من جديد أهلا بكم. يصادف اليوم مرور عام على تهجير أهالي الغوطة الشرقية وتحديدا من مدن وبلدات في القطاع الأوسط كأربين وحمورية وكفر بطنة وسقبة، ويعيش مهجرو الغوطة أوضاعا صعبة في الشمال السوري. تفاصيل أكثر في تقرير أحمد الديري. تختزل هذه الصور لآلاف المهجرين من أهالي الغوطة الشرقية العديد من المآسي التي عاشوها، فما الحصار وحده الذي فرضه النظام على المنطقة أجبر أهلها على التهجير، ليبدأ النظام حملته الأخيرة على الغوطة الشرقية وبمساندة الطيران الروسي بتاريخ 18 من شباط العام الماضي، إذ بلغ عدد الغارات الجوية قرابة 7000 غارة بالإضافة إلى 3800 صاروخ من الراجمات المنتشرة على أطراف الغوطة وأكثر من 2800 برميل متفجر، وتجاوز عدد صواريخ الأرض أرض 1800 صاروخ وألاف القذائف المدفعية وعدة غارات بمادة الكلور، ليصل عدد القتلى بسبب هذه الحملة إلى 2075 شخصا بينهم أطفال ونساء. ثلاث مناطق تجمع بها أكثر من 60,000 من مهجري الغوطة الشرقية ليبدأ مشوارهم نحو المدن التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في الشمال السوري، حيث توزعوا في ريف حلب الشمالي ومدن وبلدات محافظة إدلب. الاختلاف الفصائلي الذي عاشته الغوطة الشرقية بين قطبيها العسكري جيش الإسلام وفيلق الرحمن انتقل على ما يبدو إلى مجالسها المحلية، ورغم أن الهموم واحدة لمعظم أهالي الغوطة المهجرين، لكن ذلك لم يسهل من عملية تشكيل مجلس محلي أو مؤسسة واحدة لجمع صف أهالي الغوطة في الشمال لتتشكل فيما بعد ما أطلق عليها الأمانة العامة للغوطة الشرقية في الشمال السوري كطرف آخر لمجلس محافظة ريف دمشق. أما على الساحة العسكرية للفصائل التي خرجت من الغوطة، حاولت فيما يبدو العمل على إعادة هيكلية ذاتها لإيجاد موطئ قدم لها بين كبرى فصائل الشمال، إذ سعت إلى استقطاب الشباب المهجرين، وتمكن فيلق الرحمن من إنشاء معسكر له في قرية قبار بريف حلب، ولحقه جيش الإسلام بإنشاء معسكر له أيضا في الشمال السوري لينضم إلى الجيش الوطني مجتمعين تحت راية واحدة بعد أن فرقهم الاقتتال الداخلي في الغوطة الشرقية. ولفتح النقاش في محور حلقتنا الثاني لهذه الليلة، يسعدنا أن يكون معنا عبر خدمة سكايب عامر زريع، الناشط في الحراك الثوري ومن مهجري الغوطة من مدينة الباب بريف حلب. وعبر خدمة سكايب نرحب أيضا بمازن الشامي، الناشط الإعلامي في وكالة زيتون الإعلامية من ريف حلب. وهنا في الاستديو نرحب بعمار الموهباني المصور الصحفي. أرحب بكم ضيوفي جميعا، وأبدأ معك سيد عمار اليوم. عامر عفوا أهلا وسهلا سيد عامر. اليوم بعد مرور عام على التهجير من الغوطة، كيف ترون وضع المهجرين؟ يعني صراحة وضع المهجرين كحال المهجرين من المناطق المختلفة، سواء من دارية وقبلها حمص والكثير من المناطق في الريف الدمشقي والجنوب السوري، يعني جرائم التهجير القسري التي يقوم بها نظام الأسد لا يمكن أن تبرر بأي شكل من الأشكال. كمهجر من الغوطة الشرقية قبيل عام كنا نعيش ويلات يعني لا يمكن أن ننساها خلال كل حياتنا. ما حصل في الغوطة الشرقية كان عبارة عن مأساة وويلات لا يمكن وصفها. بدأت حملة الغوطة الشرقية في تاريخ 18/2 هي الحملة الأخيرة. طبعا نحن نتكلم عن 300,000 إنسان محاصر شرق دمشق، محاصر من عام 2013. هؤلاء الناس جميعا عاشوا دون أي مقومات للحياة بأسوأ ظروف. فرض نظام الأسد الحصار على المنطقة ومنع دخول الدواء والغذاء وقطع الكهرباء والاتصالات وأي شيء من مقومات الحياة. الحملة الأخيرة بدأت بتاريخ 18/2/2018، استمرت حتى 25/3/2018 حتى تاريخ التهجير وإنذار غورو بإخلاء المنطقة من أهاليها وساكنيها. يعني عندما نتحدث عن الغوطة الشرقية نتحدث عن
مجزرة مفتوحة لا تقف أبدا عند القذائف والصواريخ وشتى أنواع الأسلحة، وخصوصا نعلم أن في تاريخ 21/8/2013 عاشت الغوطة الشرقية مأساة الكيماوي. 21/8/2013 1500 إنسان قتلوا بلحظة واحدة من القصف، يعني مأساة لا يمكن أبدا أن. طيب أنا سوف أنتقل إلى عامر زريع الناشط في الحراك الثوري ومن مهاجري الغوطة في الباب بريف حلب. دعنا نتكلم عامر عن أوضاع المهاجرين الحالية اليوم في الشمال السوري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. حقيقة يعني تمثل قول الشاعر: خذي مسعاك مخنة الجراح ونامي فوق دامية الصفاح، فكنت في سماحك بالضحايا كعهدك في سماحك بالأضاحي. هذه هي الغوطة الشرقية، مثلها مثل أي بلد ثار على هذا النظام. واقع المهجرين من الغوطة الشرقية اليوم في الريف المحرر واقع متردي جدا، والسبب في ذلك أن الناس خرجت بألبستها، يعني النظام لم يفسح مجالا للناس أن تأخذ أمتعتها، أن تأخذ حاجياتها مباشرة بعد أن حصل ضربة الكيماوي الأخيرة في 6/4/2018. أمهل النظام المفاوضين أنه إذا لم يخرجوا بعد 24 ساعة أول القوافل بمدة 5 أيام سيبدأ بحيحي بضرب الكيماوي. هذا الأمر يعني أدى إلى خروج الناس يعني كيوم المحشر. فهذا الخروج، وتعلم أن هذه المنطقة، منطقة الريف الشمالي، ليست مناطق نفطية وليست مناطق، إنما هي مناطق أيضا يعني لاقت ما لاقته من داعش، ولاقت ما لاقته من نظام الأسد، ولاقت ما لاقته يعني من كل يعني الذين أرادوا بهذه الثورة وأهلها شرا. فأتينا إلى هنا، ما قصر الأهالي هنا يعني إطلاقا، أهالي المنطقة هنا كلهم بقدرته، كلهم بحسب قدرته، ما قصروا إطلاقا. ولكن يعني في المثل العامي، ميت لا يحمل ميت يعني. لكن عتبنا ليس على يعني أهلنا هنا في الشمال السوري، العتب الأكبر على أصدقاء الشعب السوري الذين تركوا هذا الشعب مرمي بين يعني شتاء برد الشتاء وبين حر الصيف. لا لا لا، يعني لا يجوز أن يكون جزاء هذا الشعب الذي قاوم نظام الأسد 7 سنوات بل 8 سنوات، لا يجوز أن يكون يعني نهايته ويعني مصيره وجزاؤه أن يعني يلقى في خيم لا تقيه من برد الشتاء ولا من حر الصيف. يعني أين أصدقاؤنا؟ أين الذين كانوا يعني يتنطحون في الكلام، يقولون لن نسمح بإهانة الشعب السوري، نحن معكم، نحن كذا، أينهم الآن؟ إن ما وجدنا إلا منظمات تريد يعني أن تزل الذين خرجوا من الغوطة، تصورهم إذا أعطتهم لقمة خبز تصورهم، تأتي إليهم ليكونوا مادة وسلعة، ليكونوا يعني سلعة تباع وتشترى على يعني أنغام المنظمات التي لا يصل إلى المهاجر إلا الفتات الصغير. هذا الوضع المتردي الذل، يعني نحن الآن المهجرين يلاقون بعض الذل من يعني كثير من الأمور التي لا يمكن أن يعني يسكت عليها. فاليوم نحن نعلن، نحن كمهجري الغوطة الشرقية هنا في الريف الشمالي، نقول نحن ليس عتبنا على يعني أهلنا هنا، عتبنا على هؤلاء الذين يقبعون في الفنادق من السياسيين، عتبنا على هؤلاء الدول التي قالت لنا كما يعني قيل: اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. فلما حصل القتال أوصلونا إلى نصف الطريق وقطعوا الحبل بنا، فقالوا: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. أوصلوا الشعب السوري إلى هذه المرحلة، تركنا شهداءنا تحت التراب، تركنا يعني المعتقلين الذين يأنون في سجون الأسد، وتركنا كل شيء من أموالنا وكل شيء تماما، ثم أتينا إلى هنا ولم نجد لنا نصير من هؤلاء الذين كانوا يقولون نحن معكم. سوف أنتقل إلى مازن الشامي من ريف حلب أيضا. مازن، ما هي الصعوبات التي تواجه أهالي الغوطة اليوم وتواجه إدخال المساعدات لهم؟ وكما ذكر ضيفنا أيضا عامر، كل هذه المشاكل والوضع المتردي والمنظمات وحالة سيئة جدا، لو نفصل أكثر بأسباب هذه المشاكل ولماذا لا يتم حلها؟ أولا السلام عليكم، طبعا تحية لضيوفك الكرام وأخص الزميل عامر، افترقنا في ريف إدلب آخر مرة. طبعا أريد أن أنوه لأمر يعني مهم جدا، شبح الموت كان يلاحق أهالي الغوطة. تصور أول أمس كان هناك مزرعة
تعدادها 16 شهيد جميعهم من الغوطة الشرقية، هؤلاء استشهدوا بصواريخ روسيا في الشمال السوري. طبعا يعني أنا كوني متواجد في ريف حلب وريف إدلب، طبعا أتجول بين إدلب وريف حلب، حقيقة المهجرين بحاجة لكافة أنواع المستلزمات المعيشية. يعني تصور سعر يساوي تقريبا حوالي 300 ليرة سورية، طبعا هذا بعد وسطي ما بين إدلب وريف حلب. طبعا ربما هذا السعر حسب، لكن أهالي الغوطة الشرقية الكثير منهم لا يحمل المال لشراء أي شيء، كما ذكر الأخ عمار أهالي الغوطة خرجوا بثيابهم، يعني حتى لم يستطيعوا إخراج أي شيء، حتى الأموال معظمهم ترك أموالهم وخرجوا. يعني أهالي أرياف إدلب وحلب استقبلوا بالفعل كما ذكروا الزملاء المهجرين أحسن استقبال، وحتى المنظمات يعني المدنية والمؤسسات في أول شهرين استقبلوا المهجرين. لكن حقيقة منذ، أنا أؤكد لك الآن، أنا متواجد في ريف إدلب وريف حلب، هذه المناطق طبعا متاخمة لبعضها، منذ أكثر من 8 شهور إلا قليل لم يتم توزيع أي شيء للمهجرين من الغوطة الشرقية. يعني الوضع مأساوي جدا لمن يتواجد الآن في المناطق المحررة. طيب ألا يكون هناك، يعني ألم يكن هناك أي تواصلات مع الفعاليات الأهلية، مع المجالس المحلية، حتى مع الفصائل، حتى مع الجهات، يعني تم تشكيل مجالس محلية خاصة بالغوطة الشرقية والأمانة العامة، ويتواصلون مع الدول والمنظمات؟ طيب ما دور هذه يعني الأمانة العامة وماذا فعلت؟ الواقع الذي يحصل على الأرض اليوم، هناك حكومتين، وهذا ما يضر المتواجدين في المناطق المحررة. يعني مثلا حكومة الإنقاذ يوجد مجالس محلية طبعا مقربة منها، أيضا الحكومة المؤقتة كذلك الأمر. يعني نحن نتواصل كناشطين مع جميع المنظمات المؤسسات، يعني حتى موضوع الاعتقالات جميع الناشطين المتواجدين معنا الآن في هذا البرنامج يعرفون يعني الصعوبات التي يعانيها، وخاصة ناشطي الغوطة. يعني اليوم مثلا تم اعتقال 2 إعلاميين منذ قليل، صباحا تم الاعتداء على احد المدنيين من الغوطه الشرقيه من بدل مليحه، اول امس تم الاعتداء وشتم اهالي الغوطه الشرقيه. للاسف اليوم لا يوجد من يدافع عن المدنيين، يعني حتى الفصائل تخلت عن المدنيين. مثلا يعني هناك فصائل متواجده في عفرين من الغوطه الشرقيه وفصائل متواجده في شمال حلب، للاسف يعني معظمهم تخلى عن المدنيين، لا يستطيعون حل هذه المشاكل، لان هذه الفصائل اساسا تتبع للجيش الوطني الذي يتبع اداريا الى تركيا. إذن اليوم يعني هناك صعوبات كثيرة يعانيها المهجرين المتواجدين في الشمال السوري. يعني أؤكد لك سيد الكريم، أكثر من 95% من المهجرين هم بدون عمل الآن، ربما أكثر من ذلك، ربما أقول 99 وأبالغ بهذا الأمر. يعني الوضع مأساوي جدا للمهجرين، تصور 7 شهور ونصف أو 8 شهور لم يتم استلام أي سلة غذائية للمهجرين المتواجدين، إن كان في ريف حلب أو حتى في ريف إدلب. الوضع مأساوي جدا. طبعا السبب الأكبر هو وجود حكومتين، كل حكومة تسيطر على منطقة وتقول أنا المتواجد الآن وأنا الحكومة التي تصبح. طيب التزامات دقيقة. هذه الحكومات لم يتم التواصل معهم، يعني الحكومتين موجودة، تواصل مع هذه الحكومة وتواصلوا مع هذه الحكومة، ما هو الرد عندما يكون هناك تواصل؟ للأسف أؤكد لك كل حكومة تتبع لفصائل معينة ولموضوع عسكري، والمدنيين حقيقة كرهوا هذا الموضوع أثناء تواجدهم في الغوطة الشرقية، والكل يعلم ماذا كان يحصل في الغوطة الشرقية قبل الحملة العسكرية على الغوطة الشرقية من اقتتالات بين الفصائل. للأسف المدنيين كرهوا الفصائل في الشمال السوري، وحتى يعني هم يريدون اي جهه تدافع عنهم. يعني الان اي فصيل يتبنى موضوع الدفاع عن المدنيين، هم المدنيين انا اؤكد لك سوف يلتفون حول هذا الفصيل. طيب اعود الى ضيفي هنا في الاستوديو عامر الموهباني، هل لديكم اي معلومات عن اوضاع الغوطه الشرقيه اليوم التي اصبحت خاضعه لسيطره قوات النظام؟ بداية التواصل مع الناس الموجودين داخل الغوطة الشرقية يكاد يكون ضرب من الخيال، بسبب فرض الحالة الأمنية والتشديد الأمني المكثف والاعتقالات المتتابعة على المنطقة، ولكن بالتواصل الخفيف جدا مع الموجودين هناك الأوضاع سيئة جدا، ربما نستطيع أن نقول أنها أسوأ مما قبل الحصار من الناحية المعيشية، وذلك بسبب غياب الاتصالات حتى اليوم، حالات
الاعتقال بحق المدنيين الذين بقيوا في الغوطة الشرقية. يعني هذا الأمر يجعلك تتخيل ما تعيشه المناطق التي تخضع للنظام السوري. ليس حال الغوطة أفضل من حال المناطق الأخرى، إضافة إلى أن خلال خروجنا من الغوطة الشرقية كانت ما تزال هناك مقابر جماعية، كان ما تزال هناك جثث عالقة تحت الأنقاض. النظام في الفترة الأخيرة يحاول القبض على من بقي من الناشطين داخل الغوطة الشرقية، ممن عملوا في مجال الدفاع المدني، ممن سلموا أنفسهم خلال الحملة التي حصلت، لجمع المعلومات والداتا والبدء بتشويه الصورة الحقيقية وإنتاج أعمال تشوه حقيقة ما حصل من مجازر وجرائم حرب بحق المدنيين الموجودين داخل الغوطة الشرقية. سوف أنتقل لعامر زريع. عامر، بعجالة، فصائل الغوطة الشرقية التي خرجت مع المهجرين اليوم هي فاعلة؟ هل لها أي دور مثل جيش الإسلام، فيلق الرحمن والقيادات التي خرجت من الغوطة، أم انتهى دورها مع خروجها من المنطقة الجغرافية؟ في الحقيقة يعني الدور لم ينتهي. ما حصل من خلاف في الغوطة الشرقية طوي مباشرة بعد الخروج، فتم لقاء قائد جيش الإسلام قائد فيلق الرحمن، وتم يعني إنهاء جميع الملفات. النصرة التي كانت في الغوطة هي يعني ذهبت إلى جسمها الأساسي الموجود في إدلب، ويعني بقيت هناك مع حكومة الإنقاذ. بينما هنا فيلق الرحمن المتمثل في جزء من 20 وجيش الإسلام المتمثل في غصن الزيتون ودرع الفرات، الآن هم يعني كل يخدم باستطاعته ما يستطيع المدنيين. لكن كون يعني جيش الإسلام هو العدد الأكبر واللفيف الأكبر لأهالي الغوطة الشرقية ودمشق وريفها، كان له الباع الأكبر في رعاية المدنيين والبحث في يعني الأمور التي يمكن أن يخدم بها المدنيون. لكن في الحقيقة اليوم الذي يعني الصوت الذي يقول أنه يجب أن يكون هناك من يدافع عن مدني الغوطة، اليوم هنا نحن نعمل على موضوع تقوية المؤسسات الموجودة هنا في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون. يعني اليوم المواطن كائن من أي منطقة لا يحتاج إلى يعني فصيل يدافع عنه. هناك قانون، هناك قضاء، هناك شرطة عسكرية، هناك شرطة مدنية. فيعني الناس اليوم يعني تقول أنا أريد فصيل يدافع عني، أنا أريد كذا، أنا أريد شوكة لي. اليوم شوكتنا جميعا بأن نقوي مؤسساتنا، مؤسسة الشرطة العسكرية، مؤسسة القضاء، أشكرك كثيرا. يعني يكون إن شاء الله بخير الجميع. أشكرك كثيرا عامر زريع، الناشط في الحراك الثوري ومن مهجري الغوطة، كنت معنا عبر خدمة سكايب من ريف حلب. وأشكرك أيضا كنت معنا مازن الشامي، ناشط إعلامي في وكالة زيتون الإعلامية من ريف حلب. وشكر لك أيضا عامر الموهباني، المصور الصحفي، كنت ضيفنا هنا في الاستديو. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقة سوريا اليوم لهذه الليلة. تفاصيل أوفى تجدونها على موقع التلفزيون الرسمي والمنصات على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.